متابعة من السيد مدير عام تربية نينوى الأستاذ خالد عبد العزيز المصلط، وبالتعاون مع مديرية بلدية الموصل قامت قسم الإدارة والتجهيزات المتابعة بعملية تنظيف للمخازن الملاك الثانوي، مخازن الثانوي، وإن شاء الله عندنا حملة ثانية على مخازن الابتدائي، حيث تضمنت الحملة تنظيف الأدغال والحشائش الموجودة في مخازن الملاك الثانوي. ومشكورة جهود البلدية والتعاون مع مديرية بلدية الموصل المهندس محمد قسم الإدارة والتجهيزات. ضمن التعاون المشترك مع مديرية تربية محافظة نينوى قامت وحدة الجهد الهندسي التابعة إلى مديرية بلدية الموصل بحملة تنظيف وإزالة الأدغال في المخازن الثانوية التابعة لمديرية تربية محافظة نينوى، معاون وحدة الجهد الهندسي بشار مانع ناصر، وكذلك هنالك حملة ثانوية في مخازن الابتدائي.